من قبل زوجته ودعبها شهر رمضان خلال النهار، فهل هو ارتكب إثم حتى ولو لم يتم الجماع؟ لم يرتكب إثما إذا قبل زوجته وهو صائم في نهار رمضان، وكذلك لو مازحها أو دعبها، ولكنه يجب عليه أن يلاحظ أنه إذا فعل ذلك وهو يظن الإنسان أو يتيقنه لعلمه بحال نفسه فإن ذلك يحرم عليه. وأما إذا كان يعرف من نفسه أنه لا ينزل بمثل هذه المداعبة وبمثل هذا التقبيل فإنه لا حرج عليه في ذلك، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشد الناس خشية لله وهو أعظمهم تقوى كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم.